Quand nous habitions tous ensemble, quand nous habitions tous ensemble, sur nos collines d'autrefois, on le court, on le bout sans tremble, dans la maison qui touche au bois. Elle avait 10 ans, et moi 30, j'étais pour elle l'univers. Oh, comme l'herbe est odorante, sous les arbres profonds et verts. Elle faisait mon sort prospère, mon travail léger, mon ciel bleu. Lorsqu'elle me disait mon père, tout mon cœur s'écriait, mon Dieu. À travers mes songes, son ombre, j'écoutais son parler joyeux, et mon français clair dans l'ombre, à la lumière de ses yeux. سمح من رحيم لغة فرنسية السنة أولى إعدادي نستأنف مع الصفحة رقم 19 إيكوتي يعني استماع سيكسبريمي يعني التعبير أو عبر عن نفسه إذن عندنا أوبجيكتيف أوبجيكتيف يعني أهداف إذن من بين أهداف هذه الفقرة ليغ إي كومبخوندر أن بويم قراءة وفهم قصيدة ومن بين الأهداف أيضا سينيسيي هذا لو فيرب سينيسيي إنيسيي يعني أنك تدرب هنا عندنا الإنسان يدرب نفسه يعني أن يدرب الإنسان نفسه يعني أنك تبدأ على ليكتور إكسبريسيف دان بوام إذن كما نقول التدريب على ليكتور على القراءة إكسبريسيف على القراءة المعبرة سيكسبريمي يعني عبر عن نفسه نتكلم أيضا عن ليزيكسبريسيون تعابير أما هنا فنتكلم عن لادجيكتيف نتكلم عن وصف يأتي من هد الكلمات أيضا إذن سينيسي على ليكتور إكسبريسيف يعني أن يتدرب الإنسان على القراءة المعبرة دان بوام لقصيدة إذن عندنا في العنوان كما نرى ليغ إن بوزي يعني قراءة شعر إذن طبعا تنعرف بأن الشعر هو فن كتابة الأبيات وإذا المقصود بها الشعر إذا نتكلم عن فن كتابة الأبيات ثم نتكلم كما رأينا نتكلم عن ان بويم المقصود بها قصيدة ان بويزي المقصود بها الشعر إذا ليغ ان بويزي يعني قراءة شعر دومانيير اكسبريسيف بشكل معبر إذا كما قلنا كون نو زابيتيون توس انسامبل سور نو كولين دوطخ فوا طبعا في القصيدة التي سنرى للكاتب والشاعر الفرنسي المعروف فيكتور هيغو يتحدث في هذه القصيدة عن ابنته التي ماتت غرقة والتي كان يحبها كثيرا إذن كون نو زابيتيون توس انسامبل سور نو كولين دوطخ فوا عندما كنا نسكن مجموعين عندما كنا نسكن جماعة إذن هو يتذكر الفترة التي كان يسكن فيها مع عائلته جماعة ومن ضمن هذه العائلة طبعا ابنته الصغيرة إذن كون نو زابيتيون توس انسامبل سور نو كولين دوطخ فوا عندما كنا نسكن مجموعين طبعا هنا كما نقول عندما كنا نسكن الكل جماعة المقصود عندما كنا نسكن جماعة كون نو زابيتيون توس انسامبل عندما كنا نسكن كلنا جماعة كون نو زابيتيون عندما كنا نسكن طبعا عندنا لو فيرب ابيتي يعني فعل ساكنة كون نو زابيتيون توس انسامبل عندما كنا نسكن كلون كما نقول جماعة المقصود كلنا جماعة سور نو كولين دوطخ فوا على طبعا كولين المقصود به ربوة المرتفع من الأرض إذن عندما كنا نسكن على مرتفعاتنا كما نقول من الأرض دوطخ فوا التي كانت قبلا إذن كما نتكلم عن مرتفعاتنا من الأرض التي كانت لنا في زمان ما دوطخ فوا لزمان لوقت مضى أولوكور حيث الماء يجري طبعا عندنا لغاب كوغير يعني جرى إذن أولوكور حيث الماء يجري أولو بويسون ترامبل طبعا نتكلم هنا عن غابة صغيرة من بعض النباتات البرية إذن تسمى لو بويسون أولو بويسون ترامبل سلغاب ترامبلي طبعا نتكلم عن لغاب ترامبلي يعني ارتجافة ومن كلمة لو ترامبلومون دو تيغ كما نقول ارتجاف الأرض الزلزال إذا الزلزال نسميه لوسييزم أو نسميه لترامبلومون دو تيغ كما نقول ارتجاف الأرض إذا هنا عندنا لوفير ترامبلي طبعا ممكن أن ترامبل تأتي كاسم وتطلق على نوع من النباتات
لها أوراق ترتجف لأقل حركة من الريح لوتخومبل. نتكلم عن نوع من النباتات يسمى لوتخومبل، له أوراق ترتجف وتتحرك لأقل حركة من الريح. إذن هنا عندنا أولوكور أولوبويسون تخومبل، حيث الماء يجري وحيث غابت الأشجار البرية ترتجف. دون لا ميزون كي توش أبوا، دون لا ميزون يعني في منزل، كي توش أبوا الذي يلامس كما لو نقول الغابة. طبعا لوبوا تطلق على الخشب وتطلق على الغابة، إذا نقول لوبوا. إذا المقصود بها لا فوري. كون نوز ابيتيون توس انسامبل، عندما كنا نسكن نحن كلنا جماعة سور نو كولين دوطخ فوا على مرتفعاتنا لزمان، أو لو كور أو لو بويسون ترومبل، حيث الماء يجري وحيث النباتات تتحرك. دون لا ميزون كي توش بوا، كنا نعيش طبعا في منزل يلامس الغابة. ال افي ديزون، هي كانت عندها 10 سنوات، اي موا ترونت، وانا 30. جيتا بوغ ال لونيفيغ، كنت لها بالنسبة لها. جيتا بوغ ال كنت لها لونيفيغ، كنت لها الكون. إذا أنا بالنسبة لطفلتي كنت كالكون، كانت تراني شيئا كبيرا. جيتا بوغ ال لونيفيغ او كون لاغ بتدورونت، اي كالعشب ذات رائحة. نقول عن شيء بأنه أودورون، يعني أنه ذو رائحة. أودورون أو بيا أودورونت كيا دو لودور، كيا دو لودور، الذي له رائحة. إذا كما نقول بأنها عطرة. أو كوم لارب تودورونت، أو كوم لارب إي تودورونت، إي كالعشب هي عطرة. هي كانت لها رائحة كالعشب سو ليزار بروفون إيفار، تحت الأشجار العميقة والخضراء. سو ليزار بروفون إيفار، تحت الأشجار العميقة والخضراء. سو ليزار بروفون إيفار، تحت الأشجار العميقة. نقول عن شيء بأنه بروفون يعني أنه عميق، ومن كلمة لا بروفوندور يعني العمق. سو ليزار تحت الأشجار، بروفون العميقة، إيفار والخضراء. طبعا كلمة شجرة هي كلمة مذكرة، نقول لارب. Elle faisait mon sort prospère. Elle faisait mon sort prospère. Le sort المقصود به هو القدر أو المسير. Le sort المقصود به القدر أو المسير. كما نقول Elle faisait mon destin prospère. هي كانت قدري prospère. تجي من la prospérité. La prospérité المقصود بها الازدهار. إذن كما نقول هنا كانت قدري المزدهر أو كانت قدري الناجح. الفاز مصار بروسبير، كانت تفعل قدري أو كانت تجعل قدري الناجح أو المزدهر. الفاز مصار بروسبير، كما نقول بأنها كانت قدري المزدهر. مون ترافايلاج مون سيال بلو، كانت عملي السهل وكانت سمائي الزرقاء. لوسكال مديزي مون بير، لوسكال مديزي مون بير، عندما تقول لي أبي، تو مون كور سيكريي مون ديو، كل قلبي يصيح مون ديو إلهي. عندما كانت تصيح الطفلة أبي، هذه الكلمة كانت طبعا مؤثرة بالنسبة للكاتب. إذن تو مون كور سيكريي، إذن كل قلبي يصيح مون ديو إلهي. À travers mes songes sans nombre. عبورا بأحلامي دون عدد، بدون عدد. إذن كمال نقول كانت لي أحلام، عبورا بكل هذه الأحلام. كمال نقول هنا à travers mes rêves sans nombre، كمال نقول مرورا بكل الأحلام التي كنت أرى فيها ابنتي. منذ أن افتقدت ابنتي كنت أراها في أحلام متكررة بدون عدد، مرورا بكل هذه الأحلام التي لم أستطع عدها. À travers mes songes sans nombre j'écoutais son parler joyeux، كنت أسمع كلامها المرح. j'écoutais c'est vers écouter son parler. هنا طبعا كما لو نقول j'écoutais sa parole joyeuse، أنا كنت أسمع كلامها الفرح.
جيكوتي سون بارلي جويو. انا كنت اسمع كلامها المرح والفرح. اي مون فرو سيكلاري دون لومبر. وجبهتي تضاء. طبعا لو فيرب اكلاري يعني انك تضيء شيئا، يعني انك تضيء وتنير مكانا بالضوء. اذا هنا اي مون فرو وجبهتي سيكلاري يعني انها كانت تضاء دون لومبر. دون لومبر يعني في الظل. على لوميير دو سيزيو بضوء عينيها. بضوء عينيها عندما كانت ابنتي تنظر الي حتى ولو كنت في الظل فقد كانت جبهتي تضاء بضوء عينيها. اترافير ميسونج سون لومبر جيكوتي سون بارلي جويو اي مون فرونسي كلير دون لومبر à la lumière de ses yeux. Quand nous habitions tous ensemble, quand nous habitions tous ensemble sur nos collines d'autrefois, au long cours, au long buisson tremble, dans la maison qui touche au bois. Il avait 10 ans, et moi 30, j'étais pour elle l'univers. Oh, comme l'herbe est odorante, sur les arbres profonds et verts, elle faisait mon sort prospère, mon travail léger, mon ciel bleu. Lorsqu'elle me disait mon père, tout mon cœur s'écriait, mon Dieu, à travers mes songes, son ombre, j'écoutais son parler joyeux, et mon front s'éclairait dans l'ombre, à la lumière de ses yeux. نكتفي بهذا القدر، حياكم الله، وإلى لقاء قادم بإذن الله.